الشيخ، في بعض المجالس يحصل أن يتكلم أحد الحاضرين بكلام يقصد به التسلية أو يأتي به على هيئة ألغاز لغز مثلا، ولكن يظهر للسامع أن به مساس للعقيدة. ومن ذلك أنه يقول: إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء، ويقصد في ذلك الزوجة والولد، والله سبحانه وتعالى متنزه عن الصاحبة والولد. كما يقول: لا حمد لله ولا شكر له، وقصده بالله الذي ألهفه الدنيا عن آخرته. فما حكم شرف نظركم في ذلك، وما نصيحتكم لمن يقول مثل هذا الكلام؟ أرى أن هذا الكلام حرام، لأنه يوهم معنى باطلا، وإن كان سوف يفسر ما يريد، لكن سيبقي الشيطان أثر ذلك في قلب المخاطب أو المستمع. وأنصح من يتكلم بهذا، أقول له: استمع إلى قول الله تعالى، أو اقرأ قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلم أن كلمتك هذه إن ترتب عليها كفر أو شك فالحساب عليك. فعلى كل مؤمن أن يحترم جانب الحق، جانب الرب عز وجل، وأن يعلم أن الأمر خطير، رب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله أو أكثر. فأرى أن هذا كلام منكر، وأنه لا يحل للإنسان أن يلقيه، وأن على من سمعه أن ينصحه، فإن اهتدى فله، ولمن نصحه وإن لم يهتدي فإنه يجب عليه أن يغادر المكان الذي يلقى فيه مثل هذا الكلام. نعم.